السلام عليكم. دونك كيف ما وعدتكم غادي نشوفوا اون سيري ديكزيرسيس. غنشوف فيها 3 اكزيرسيس افيك الكوريجي ديالهم. غنبداو كيف ما كتشوفوا معايا بالاكزيرسيس 1 تمرين رقم 1. قال لي احسب ا و بي و سي و دي. دونك نبداو على بركه الله بهذا العمليه ا. ا كنلاحظ بان داخل الجذر عندنا جذر مليون. دونك الجذر مليون اول مره يعني اول ايتاب غادي ندير غنحاول نبسطها. دونك غنستعمل القوى. شحال عندي من صفر هنا؟ 1 2 3 4 5 6 يعني 10 اس 6. دونك انا خدمت باش القوى العدد 10 اللي شفنا في الدرس السابق. مزيان. انا باش نتخلص من الجذر ونلقى واحد النتيجه كيخصني شي حاجه اس 2 لداخل. هنا غادي نديرو داك الخاصيه ديال القوه قوه. دونك هاد الاس هذا غنردو شي حاجه في شي حاجه باش نديرو جوج اسات. دونك جذر 10 وهنا تكون عندي اس 2. فاش غنضرب جوج في واحد العدد باش يعطيني 6؟ داك العدد هو 3. مزيان. دابا واش عندي الحق؟ يعني جذر يعني 10 اس 3 لكل اس 2 راه هي 10 اس 6 باسكو قلنا قوه قوه كنضربوا الاس في الاس. دونك انا علاش درت هذه العمليه؟ باش يمشي لي هذا اس 2 مع هذا الجذر، وبالتالي النتيجه ديالي غتكون هي 10 اس 3. وشنو هي 10 اس 3؟ هي 1 و 3 ديال الاصفار يعني هي 1000. سواء تخليها 10 اس 3 بحال هكا اولا دير 1000. هذه هي النتيجه النهائيه. بالنسبه لبي قبل ما نجاوب كيخصني نشوف مزيان شنو عندي. نشوف مزيان شنو عندي في المعطيات. عندي جذر 9، عندي جذر 121، عندي جذر 49. الا رجعتي للفيديو ديال الجزء الاول كل جذر من هاد الجذور هادو كنا كنبسطهم مباشره، يعني كنا كنلقاو جذر 9 عدد، جذر 121 كنا كنلقاو عدد، جذر 49 كنا كنلقاو عدد، يعني كل جذر انا غادي نعطي القيمه ديالو. لاحظ معايا شنو هي جذر 9؟ شنو هو العدد اللي كنديرو اس 2 كيعطينا 9؟ هي 3 مباشره. جذر 121 شنو هو العدد اللي كنضربو في نفسو كيعطيني 121؟ هو 11. جذر 49 شنو هو العدد اللي كنضربو في نفسو كيعطيني 49؟ هو 7. صافي انا الجذور تهنيت منهم. دابا غادي نحسب عادي. دونك 3 زائد 11 هي 14 على 7. الناس اللي غيخليوها بحال هكا راه صحيحه، والناس اللي كيشوفوا واحد النظره رياضيه غيلاحظ بان 14 راه من المضاعفه ديال 7. يعني شنو هي نورمالمون هاد 14؟ راه هي 7 فاش في 2، وهنا عندنا هي 7. دونك باش غادي نختزلوا ب 7. دونك النتيجه النهائيه غتكون هي 2. دونك بي شحال كتساوي؟ 2 هي النتيجة النهائية. كتلاحظوا معايا بأن هادشي بسيط، خصني غير في الأول منين نقرا داك العملية اللي فيها الجذور ما نتخلع ما نتدهش ما والو، نمشي إيطا بار إيطا. هنا كنلاحظ بأن داخل الجذر يمكن اختزاله، يعني هنا عندنا عدد جذري، عندنا واحد لو نومبغ لي غاسيونيل، نقدروا نديروا له سامبليفيكاسيون نختزلوا، يعني هنايا 50 نقدروا نقسموها على 2. وحتى 98 راه قابله للاختزال نقدروا نقسموها على 2. دونك جذر شحال هي 50 على 2؟ راه هي 25. عندك 50 ريال قسمتيها على 2 راه 25 ريال. 25 ريال 98 قسمتيها على 2 راه هي 49. شفتوا فواحد الخاصيه بان جذر كبير ا على بي كتقدر تفرق الجذر على ا و بي، يعني جذر ا على جذر بي. حتى هنا غادي نديروا الغاسين كاري ديال 25 على الغاسين كاري ديال 49. وديجا كنعرف انا شنو هو الجذر ديال 25. شنو هو العدد اللي كنضربو في نفسو كيعطينا 25؟ راه هو 5. وشنو هو العدد اللي كنضربو في نفسو كيعطينا 49؟ راه هو 7. هاد العدد راه يعني ديجا مختزل مخلوق، يعني 5 على 7 ما فيها ما يتختزل. دونك كتخرج ليا 5 على 7. دي الاغلبيه كيشوف فيها كتخلع، كيبان لي جذر كبير تحس منو جذر صغر منو، تحس منو جذر، تحس منو يعني جذر عندنا 4 ديال المرات. بحال هاد العملية تما كنحاول ندخل لداخل ونشوف. عندي 31، عندي 21، عندي 9 وعندي 49. كنلاحظ بأن هاد الأعداد هادو بجوج هما اللي نقدر نلقى العدد ديالهم، يعني جذر 9 راه هو 3 وجذر 49 راه هو 7. صافي. ولكن أنا كنبدا بهادي اللي داخلة لداخل، داك الجذر اللي أنانتيغيوغ اللي جا لداخل. دونك نخلي هذوك اللي على برا جذر 31 اجي لهنا زائد جذر. كاين اللي غيجمعهم راه في الجذور ما كنجمعوش، الا كان عندنا الضرب عاد كنديروا جذر كبير وكنضربوا الاعداد، اما في الزائد راه كتخليهم هما هما. دونك 21 زائد جذر 9
زائد قلنا بان هاد جا ضرب 49 فرق هاد الوسخ راه هي 7 ايت 7 اس 2 هي 49 دونك نقدروا نعوضوا هاد القيمه ديالها هي 7 دابا هنا داخل الجدر تقدر تجمعهم ديما كنبقاو نبداو من الجدر الداخلي دونك هاد الجذور اللي على برا نخليهم يتسناو هما اخر مرحله زائد جدر 21 زائد جدر غنجمع 9 زائد 7 هي 16 مزيان هاد جدر 16 نقدروا نقولوا بان جدر 16 العدد اللي اس 2 كيعطينا 16 هو 4 يعني نقدروا نعوضوا هاد الجدر يعني نبقى نتخلص بالجذور من الجذور بشويه بشويه حتى ما يبقى لي والو في الاخر لاحظ معايا العمليه جدر 31 زائد هذوك نخليو زائد هذيك جدر 16 غنردها 4 دابا نجمع هادو اللي داخل الجدر هي جدر كبير 31 زائد جدر 21 زائد 4 هي 25 هاد جدر 25 بدورها راه جدر 25 شنو هو العدد اللي كنرفعو اس 2 كيعطينا 25 راه هو 5 نقدروا نعوضوا داك جدر 25 باش 5 دونك جدر 31 زائد 5 وهنا دابا راه صافي سهلت قلنا جدر واحد والداخل غنجمعوهم يعني هي جدر شحال هي 31 زائد 5 هي 36 هنا السؤال مطروح واش كاين شي عدد كنضربو في نفسه كيعطينا 36 نعم هذا العدد هذا هو 6 حيت 6 اس 2 كتعطينا 36 وجدر 36 راه ديجا كنا شفناها في الفيديو الاول بحال بحال جدر 4 2 جدر 16 4 جدر 25 5 الى غير ذلك دابا غادي نمرو باش نشوفو التمرين الثاني والتمرين الثالث ما تمشيو فيه الوغ دابا غادي نشوفو الجزء الثاني ديال الفيديو غنشوفو دابا ليكزيرسيس 2 اللي قال لي سامبليفي اي كالكولي غادي نبسط وغادي نحسب الى كان امكان دونك عندي جدر 50 جدر 50 حنا ما عندناش شي عدد كنضربو في نفسو كيعطينا 50 دونك شنو كندير بحال هاد الحالات هادو كندير جدر كبير وكنحاول نقلب على شي عدد في شي عدد واحد من هذوك العددين نكون كنعرف الجدر ديالو شحال كيساوي كنلاحظ بان 50 هو الدوبل ديال 25 دونك هي 2 في 25 مزيان وشنا هي 25 هي 5 اس 2 سي بون وكنا قلنا في القاعده ديال ا جدر ا اس 2 مضروبه في بي راه كتساوي ا جدر بي مباشره علاش هاد الاس هذا كيمشي مع الجدر و ا كتخرج على برا دونك كتولي ا جدر بي دونك لاحظ معايا هنايا غنمشيو حنا بشويه باش تفهموا دونك جدر ا في بي وجدر ا في جدر بي يعني بحال قلت هذا الجدر هذا فرقتو عليهم بجوج انا كنعرف بان الجدر كيمشي ليا مع الاس دونك غتبقى ليا هي 5 في جدر 2 هي 5 جدر 2 وهذا هو التبسيط ديال جدر 50 نشوفوا دابا جدر 363 شحال كيساوي كنلاحظ بان انا كنعرف واحد جدر 121 ولا جمعت 21 121 مع 121 مع 121 ثلاثه د المرات كتعطيني 363 دونك شنو هي 363 حتى هي كندير نفس العمليه شي حاجه بشي حاجه انا كنعرف ديجا كاينه 121 الا ضربناها في 3 3 في 1 3 3 في 2 6 3 في 1 3 يعني 363 كنعرف بان 121 راه هي 11 اس 2 11 في 11 هي اللي كتعطينا 121 مضروبه في 3 غنطبقوا هذه الخاصيه هذه نحيدوا الاس مع هذا الجدر ونخرجوا 11 على برا يعني انا مباشره بحال العمليه الاولى يعني هي 11 جدر 3 3 ربقات في الجدر وهذه حيت هي نورمالمون شنو هي هذه غادي نفرقها هي جدر 11 اس 2 مضروبه بجدر 3 جدر 11 اس 2 غيمشي الاس مع الجدر تبقى 11 وجدر 3 تبقى جدر 3 دونك بي كتساوي 11 جدر 3 نشوفوا العمليه سي لاحظوا معايا شنو كاين داخل هنا 24 وهنا 6 وهنا 54 كنلاحظ بان 24 و 54 اللي داخل الجدر هما مضاعفات ديال 6 دونك شنو هي 24 هي شي حاجه مضروبه في 6 شنو هي ذاك الحاجه هي 4 زائد 7 جدر 6 قلنا ما فيهاش المشكل هنا غادي نحاولوا نديروا شي حاجه 6 مضروبه بشي حاجه 6 فاش مضروبه كتعطينا 54 في 9 مزيان هذا نقدروا نحولوا الاس 2 و 2 اس 2 وهذه هي 3 اس 2 وكنولي نبسط وما يكونش عندي مشكل دونك هي 2 اس 2
في 6 زائد 7 جذر 6 زائد 2 جذر. دونك هاد 9 راه هي 3 اس 2 مضروبه في 6. دونك انا غنمشيو حنا بسيط الموميل، يعني انا راه نقدر نجي مباشره نقول 2 جذر 6. كاين اللي ما غيفهمهاش منين جات، غادي نجيو حنا غادي نوضحوها مزيان. هي جذر 2 اس 2 مضروبه في جذر 6، يعني انا بحال فرقت الجذر في الجذع، جذر ا في بي هي جذر ا في جذر بي اللي درت هنايا، زائد هذه ديجا ما عندناش فيها المشكل، 2 في جذر 3 اس 2 في جذر 6. هنا فرقت الجذر على 3 اس 2 وعلى 6، مزيان. دابا اللي فيهم اس 2 غيمشي ليهم الجذر، كاينه هذه مع هذه وكاينه هذه مع هذه، دونك غتولي ليا هي 2 في جذر 6 هي 2 جذر 6 زائد 7 جذر 6، مزيان. زائد دونك انا شنو عندي، عندي 3 دونك هي 2 مضروبه هنا جذر 3 اس 2 غتمشي لنا الغاسين كاري مع الكاري، دونك غتبقى ليا هي 3 جذر 6. هنا نقدر نحسب هادو بجوج، دونك 2 جذر 6 زائد 7 جذر 6، بحال عندك 2 اكس زائد 7 اكس. شنو كنا كنديرو؟ كنا كنجيو كنديرو 2 زائد 7 العوامل كنجمعهم كندير حداهم اكس، بحال عندي 2 بنانات زائد 7 البنانات هي 9 ديال البنانات، دونك 2 بنانات زائد 7 ديال البنانات هي 9 ديال البنانات. يعني بحال الجذر كيولي بحال اكس ولا ايكغاك كيف ما كنا كنديرو في التبسيط في النشر والتعميل الى غير ذلك. دونك 2 في 3 هي 6، 6 جذر 6. دابا عاوتاني عندنا 9 ديال البنانات زائد 6 ديال البنانات، دونك البنان راه هو جذر 6. دونك شحال تولي عندنا من بنانه؟ 9 زائد 6 راه هي 15. دونك التبسيط النهائي هو سي تساوي 15 جذر 6. لا لاحظتوا معايا كنمشي ايطاب بار ايطاب وكنطبق الخاصيات والمكتسبات اللي انا كنعرفهم من قبل، كنحاول نوظفهم ونستثمرهم احسن استثمار. نشوفوا العمليه دي، لاحظ بان هاد 242 هو الدوبل ديال 121 اللي كنا هضرنا عليها قبيله، يعني نقدروا نقولوا جذر 121 مضروبه في 2، انت 2 في 1 2، 2 في 2 4، 2 في 1 2. وكنلاحظ بان 128 هو الدوبل ديال عاوتاني ديال 64، علاش دينا 64 وضربناها في 2 فراغ تعطينا 128. هذا نقدروا نديروا اس 2، هذا نقدروا نديروا اس 2، 121 هي 11 اس 2، 64 هي 8 اس 2، تصبح العمليه 11 اس 2 في 2 في 8 اس 2 في 2. هنا غنجيو مباشره نطبقوا الخاصيه، عندنا هذا اس عنده غيخرج على برا، هذا عنده الاس غيخرج على برا، دونك هي 11 جذر 2 مضروبه في 8 جذر 2. عوض انت جذر 2 باكس باش ما تدوخش، دونك عندي 11 اكس مضروبه في 8 اكس. اش كنا كنديروا في الضرب؟ كنا كنضربوا المعامل في المعامل و اكس في اكس هي اكس اس 2. حتى هنا غنديروا نفس المساله، 11 في 8 هي 88 وجذر 2 في جذر 2 راه هو جذر 2 الكل اس 2. مازال ما كملناش، يقدر يمشي لينا هنا الاس، يقدر يمشي لينا الاس مع الجذر وغتبقى لينا هي 2. دونك هنايا غتولي لينا هي 88 مضروبه في 2. شحال هي 88 مضروبه في 2؟ دونك 88 هي 160 و 88 هي 16، يعني هي 176. دونك شحال تساوي لينا هذه 176 في النتيجه النهائيه. نشوفوا دابا او و اف، كنلاحظهم مكتوبين على شكل متطابقات هامه، شكل المتطابقات الهامه. كنلاحظ بان هذه عندنا ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي، ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي. شحال من واحد فاش كنا درنا النشر والتعميل قالوا لي علاش ما درتيش لنا امثله فيهم جذور، حيت كنا مازال ما تعمقناش في الجذور، داكشي علاش ما كناش درناهم. وهذه مناسبه باش نديروا دابا العمليه. دونك هذه راه هي المتطابقه الهامه الثالثه، العامل الاول ندير له اس 2 ناقص العدد الثاني اس 2. دونك هذه هي ليدونتيتي رماركا نيميرو 3، غنديرو تساوي تحت تساوي. دونك هذا راه هو ا وهذا هو بي، دونك غناخدو ا و جذر 13 او كاري موان 5 او كاري. هنا ديجا او كاري كيمشي ليا مع الجذر، شحال غتبقى ليا هي 13، 13 ناقص 5 اس 2 هي 5 في 5 هي 25. دونك شنا هي 13 ناقص 25 راه هي ناقص 12.
علاش؟ حيت 25 ناقص 13، الكبير ناقص الصغير، راه موجب هو 12، والصغير ناقص الكبير هو المقابل ديالو اللي هو ناقص 12. نشوفوا دابا العمليه اف، كنلاحظ بان بحال عندي ا بلس بي توس على بويسونس 2، دونك هذه شحال كتساوي؟ هي ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. نفس العمليه غادي ندير، هذا هو ا وهذا هو بي، كنحاول نبسط لكم ما امكن. دونك ناخذ هذا ا هو جذر 5 لكل اس 2، وبي كنديروا حتى هو اس 2، كنديروا زائدات بجوج حيت هنا عندنا زائد، وهنا كنديروا جوج في ا في بي. شكون هو ا؟ هو جذر 5. شكون هو بي؟ هو 2. طبعا نبسط مع راسي بحال هكا نلعب، خذ امور بساطه رياضيه تولي يولي يعجبك، تولي تعطي فيه اكثر واكثر. دونك هنا عطونا هي 5 بلس جوج في جوج هي 4، جذر 5 زائد جوج اس 2 هي 2 في 2 هي 4. هذه غتقدر تحسب معها هذه، دونك 4 زائد 5 راه هي 9، دونك حسبت هذه مع هذه، قالت لنا 4 جذر 5. واش غادي نحسبها؟ ما يمكنش نحسبها هكا، غادي تبقى بحال عندك 9 زائد 4 اكس، قلنا خص يكون عندهم نفس المجهول. مازال هذيك كانت 9 جذر 5، نقدر نحسبها مع 4 جذر 5. دونك هنا غادي نقولوا اف كتساوي 9 زائد 4 جذر 5. دابا غادي نشوفوا ليكزيرسيس 3، مطلوب كان روند راسيونيل لو دينوميناتور. دونك هنا بحال قال لي ازل الجذر من المقام ولا تخلص من الجذر، يعني الجذر ما خصوش يبقى عندنا في المقام. شفنا بزاف ديال الحالات، هذه الحاله الاولى. علاش؟ حيت عندنا من تحت عندنا جذر 5، الا بغينا نتخلصوا من جذر 5 غنضربوها في نفسها في جذر 5 باش تولي لنا اس 2 ومشينا للجذر، والا ضربت انا في جذر 5 حتى انا غنضرب جذر 5، ياك متفقين؟ دونك جذر 5 ها هي جذر 5 ناقص 3 اللي كانت عندنا الفوق كنديرها بين قوسين، وهذه ملاحظه مهمه. دونك باش نتخلص من الجذر غنضرب في نفس الجذر اللي هو جذر 5، وحتى هنا غنضرب جذر 5. كاين اللي ما غايديرش هنا بين قوسين، خطا، راه بحال ضربتي جذر 5 غير في 3، كدير بين قوسين باش كتولي جذر 5 محسوبه عليهم بجوج. دونك غادي ندير تساوي جذر 5 في جذر 5 راه هو جذر 5 كلشي اس 2، والفوق غادي نديرو ديفلوبمون، يعني ناشر غنضربو جذر 5 في جذر 5 هي جذر 5 اس 2 ناقص جذر 5 في 3، هاد غادي نحسبها. دونك غادي نديرو تساوي، مشى ليا الاس مع الجذر وهذا هو الهدف ديالي، تبقى ليا 5، وهنايا غادي نبسط. دونك مشى الجذر مع الاس تبقى لنا 5 ناقص 3 في جذر 5، راه هي جذر 5 في 3، ديما كنديرو العدد عاد كنديرو الجذر حداه، وهذه هي النتيجة النهائية. وهاني جعلت الدينوميناتور اللي هو المقام عدد اللي ما فيهش الجذر. نشوفوا بي، بي كنلاحظ بأن عندي الجذر ولكن عنده ناقص عدد ولا زائد عدد. هنا كنفكر في المرافق، شنو المرافق ديال المقام جذر جوج ناقص واحد؟ راه هي جذر جوج زائد واحد، يعني كندير غير العكس ديالو. دونك جذر جوج ناقص واحد، وهنا عندنا 3، دونك غنضربهم في المرافق ديال هذا العدد. هذا المرافق ديالو هو بلاصة الموان غندير البلوس، دونك هنا غتكون عندي الغاسين كاغي دو دو بلوس 1، حتى هنا غنضربو في لو ميم نومبر، نضرب البسط والمقام في نفس العدد. دابا راه بحال هكا نلعب، 3 في جذر جوج هي 3 جذر جوج زائد اللي عندنا الداخل 3 في 1 هي 3. مزيان، دونك هذه متطابقة الهامة الثالثة، أ أس 2 ناقص ب أس 2، دونك جذر جوج أس 2 ناقص 1 أس 2، ديرو تساوي تحت تساوي، دونك الجذر غيمشينا مع الأس، غتبقى لنا جوج ناقص 1، 1 أس 2 راه هي 1، 1 أس مليون راه هو 1، 1 أس إن سبعة راه هو 1. وهنا 3 جذر 2 زائد 3، هذه غير قابلة للحساب، غنخليوها بحال هكاك. هذه تقدر تحسب 2 ناقص 1 راه هي 1، 3 جذر 2 زائد 3، أي عدد مقسوم على 1 راه هو العدد نفسه، يعني 3 جذر 2 زائد 3، عوض ما يبقى لنا المقام هو 1، وهكا غادي نكون ساليت هذه العملية هذه. نشوفوا العملية ولا ليكسبريسيون سي، كنلاحظ بان المشكل عندي هنا جذر 7، ولكن ما عندي جذر 7، عندي جذر 7 زائد 2، ديما ملي يكون عندي جذر عدد زائد واحد العدد فهنا خصني ندير المرافق. عندي جذر ا زائد جذر ب، شنو هو المرافق ديالو؟ هو جذر ا ناقص جذر ب، يعني هنا المرافق ديال هذه راه هو بلس زائد نديرو ناقص، دونك 5 غنضربوها، وجذر 7 زائد 2 قلنا اتفقنا قبيله قلنا خصنا نديرو بين قوسين.
دونك هنا غنضربوا المرافق ديال هذه هي العددين بحال بحال، كنقلبوا الاشاره هنا نفس العدد غنضربوا عاوتاني في البسط، يعني جذر 7 ناقص 2. هنا راه غنديروا عمليه النشر ديفلوبمون، 5 في جذر 7 راه هي 5 جذر 7 ناقص 5 في 2 راه هي 10. مزيان، هنا A زائد B عامل A ناقص B هي A أس 2 ناقص B أس 2 متطابقة الهامة الثالثة، دونك هي جذر 7 توس أو كاري موان 2 أو كاري، دونك كيمشي لنا الأس مع الجذر تولنا هي 7 ناقص 2 أس 2 راه هي 4، والفوق راه ما تغيرش النتيجة حيت ديجا بستة تساوي 5 جذر 3 ناقص 10، كلشي على 7 ناقص 4 سي 3، وهكا غادي نكون وصلت النتيجة النهائية ديال سي، ونأطر النتيجة ديالي بكل روح رياضية وبكل ثقة. هكا غادي نكون وصلينا وصححنا سلسلة ديال التمارين، كنتمنى الشرح يكون نال إعجابكم الإعجاب ديالكم، وكنتمنى أن هاد التمارين يكونوا زادوا وضحوا لكم الجذور المربعة ولا لي غاسين كاغي أون جينيرال، وميبقاش عندكم مشكل في هاد الكوخ. كنصيحة هاد ليزيكزارسيس خصهم يتعاودوا حيت مع لا براتيك كيتكتسب الرياضيات. سي بون، نتلاقاو في فيديوهات جديدة في الرياضيات في الفرنسية وفي الفيزياء، وديما إن شاء الله تكثر ديال الدروس. كنتمناكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، إذا كل واحد بارطاجا الفيديو مع صاحبه أو لا شد هذا الفيديو هذا وخد الرابط ديالو وداروه في الجروبات وفي لي كومونتير، فغيوصل لأكبر عدد من التلاميذ وغادا تكون استفادة عامة لجميع التلاميذ. وما تنساوش داك لايك للفيديو حيتاش كتهمني بزاف. تهلاو في راسكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد، السلام عليكم.